خير ورمضان كريم لكل المشاهدين. نهار جديد ووصفة جديدة من اللحوم الأمريكية العالية الجودة الغير شكل. اليوم في عنا التشاكرول، طبعا التشاكرول المفرومة رح أعملها أنا روستو، مثل ما بنعرف روستو المدوقة. شو هي الروستو المدوقة؟ رح أعرفكم عليها خلال حلقتنا. المكونات: في عندي بصل، في عندي أرديشوكة، في عندي سكر أسمر، في عندي كمان وكمان من الفطر الطازج، كوسة، جزر، بالإضافة عندنا توم، عندنا جبنة البارميزان، وعندنا جبنة الموتزاريلا مع الكريم فريش. هول رح أعرفكم أنا عليهم خلال الحلقة. خلينا نجي ناخد شقفة أنا وياكم، أوكي؟ رح قصها أنا بهيدا الشكل لأنه بدي أفرمها، أوكي؟ لكن التشاكرول مثل ما عم تشوفوا كيف عم نقصها، ورح نشوف كيف رح يكون أيضا قلبها أخذ هالشكل الحلو. هيدي اللحمة بعد ما فرمناها، يا سلام على هالدهنة مع التكوين الرخامي تعولة، كلها فرمناها وجين على الناعم. رح اجي انا ما بدي كتر لها فلفل اسود، اوكي، رشة صغيرة من الفلفل الاسود، ونستعين ايضا بالملح كمان. بنحط لها من الملح بهيدا الشكل، وكمان نجي نخلطها مع بعض بهيدا الشكل. رح ارجع بعد ما اخلطها، شو رح اعمل انا؟ بقولكم رح استعين بورقة خشخاش، بحط ورقة الخشخاش بهيدا الشكل، ونجي منمدها بورقة الخشخاش. لكن مثل ما شفتوا كيف حطيناها، برجع بكرر وبذكركم ما حطيت انا لا توم ولا حطيت جزر ولا حطيت اي نوع من انواع التوابل، رشة فلفل اسود ورشة ملح. طيب خلينا نشوف شو صار في عندي. رح اجي انا شوفها بهيدا الشكل، اوكي؟ خلينا بعد نحن كمان نرققها لحتى تكون رقيقة من كل الميلات. اول شيء رح حمي القلاية على النار، بدي حمرها بالقلاية وبدي ارجع فوتها على الفرن. نجي على النار، رح نستعين طبعا بزيت النباتي بالقلاية، لان مثل ما خبرتكم رح حمرها وارجع فوتها على الفرن على حرارة 180 لحتى تستوي على مهلها. نجي على القلاية، اوكي، انا رح حمرها، رح اعطيها لون، بعد ما اعطيها لون رح احطها بصينية، وما رح احط لها مواد معطرة، وما رح احط لها بصل، وما رح احط لها شيء، بدي اتركها مثل ما هي وفوتها على الفرن. لكن لحمتنا صارت على النار، وهلا شو رح نعمل؟ هلا منغير الكفوف ومنجي لنبلش بالخضار، نجي لنبلش ايضا وايضا بالبصل المكرمل، نجي لنبلش بالصلصه. لكن مشاهدينا، اول شيء خطوه بخطوه انا وياكم، كمان منحط اللي على النار، منحضر بصلاتنا. خلينا نجيب البصله، وخلينا نجيب السكينه، وخلينا نلبس الكفوف لحتى نفرم البصل، ونضيف له سكر الاسمر، ونضيف كمان مرق اللحم. انا طبعا بهالوقت بطلب من كل المشاهدين فوتوا تعملوا لي فولو على الانستغرام شيف دوت حسين عبد الساتر. لكن اللحمه رح نشوف نحن شو صار فيها. عندي قطعه اللحم، اوكي، مثل ما عم نشوف. انا رح اجي اخذ بصل، رح احط كمان من زيت النباتي بهالقلايه، اوكي. لكن بلشنا بالبصل المكرمل، نفرم بصل جوانح، بنضيفهم فوق زيت النباتي. عندي سكر الاسمر، عندي مرق اللحم، كمان كلهم رح نحطهم مع بعض. هيك انا رح ضيف البصل، نعمل بصل مكرمل، وعندي الخضار من جزر، من كوسة، طبعا في عندي كعب الأرديشوكة، وهلأ موسم الأرديشوكة بشهر رمضان رح يكون في عندي كومبينيشن،
طبق عنده كل العناصر الغذائية، كل الحصص الغذائية، لكن رح ضيف البصلات بهيدا الشكل فوق زيت النباتي. طبعا رح اجي استعين بسكر الاسمر، رح نحط من سكر الاسمر بهيدا الشكل، لكن نحن هون بلشنا بعملية كرملة البصل. وبعد ما نحط سكر الاسمر شو رح نعمل؟ رح نجيب الجزر، رح نجيب الكوسة، ورح نجيب البصل، وايضا في عندي كمان من الثوم. هيدي هي المكونات. رح اجي افرم الجزر مربعات صغيرة، بدي قليهن مع الكوسة مع البصلات مع الثوم لنحشي فيهن الأرضي شوكة ليعطونا نكهة ومذاق رائع، لكن بهالشكل مع بعضهم. هلا رح تجوا تقولوا لي طيب ما الجزر بده وقت ليستوي، ما الكوسة دغري بتستوي. رح لكم ايه، ما هيدي حشوة ما بيأثر، فيني حط الجزر وفيني حط الكوسة وفيني حط البصل وفيني حط كل هالخضار مع بعض، ما عندي أي مشكلة. خلينا كمان نشوف شو صار في عنا على النار. سكر الأسمر مع البصلات، شو رح نعمل؟ عندي مرق اللحم، رح اجي ضيف قليل من مرقة اللحم ونخلطهم السكر والبصل مع مرق اللحم. هون صار في عندي بصل مثل ما عم بتشوفوا مع الجزرات مع الكوسة مع الثوم. شو رح نعمل هلأ؟ أنا بقولكم شو رح نعمل. أوكي، منحط قلي على النار، رح نبلش بقلي الخضار مع زيت الزيتون اللي هو بيعطي نكهة كتير طيبة ونكهة مميزة. رح استعين بالخضار، ضيفهم فوق زيت الزيتون، الخضار المشكلة. برجع بذكر بصل عندي، ثوم، جزر، كوسة، وانتو فيكن تحطوا كرات، فيكن تحطوا كرافس، فيكن تحطوا باذنجان، فيكن تحطوا اللي بدكن اياه. اوكي، لكن هون البصلات صاروا جاهزين عنا، تكرملوا، منحطهم على جنب. وبهالوقت شو رح اعمل؟ رح حط طنجرة على النار لحتى نبلش بالصلصة. عنا طنجرة على النار، رح نضيف لها من الكريمة، كريم فريش أو كريمة الطبخ بهيدا الشكل. شو رح نجي نضيف كمان يا شيف حسين؟ أنا بقولكن رح حط رشة ملح صغيرة ورح حط صلصة، ولا أسهل ولا أسرع من هيك. وأيضا في عندي من الفلفل الأسود. طيب ما رح نحط فطر؟ مبلا، رح نحط فطر. رح اجي هول الفطرات، اوكي، رح حط الفطر بهيدا الشكل، رح اتركهم يغلوا. بضل في عندي جبنة بارميزان، جبنة موتزاريلا، وشو بدكن؟ بدكن نكهة؟ ما عندي مشكلة. بيجي لهالزعترات، عندي هون قدامي زعتر، فينا نحط نكهة. بدكن ننكهها؟ مننكهها، ها؟ ما عنا مشكلة، منحط زعتر أخضر، منحط إكليل الجبل، منحط حبق، منحط بيستو، حطوا اللي بدكن إياه. بعد ما شويناها وفوتناها على الفرن، رح نقطعها بهيدا الشكل. يا سلام على هاللحمة، فعلا شو طيبة وشو شهية، وشو بدي خبركن على الريحة. هيدي قطعة اللحم صارت جاهزة عنا بهيدا الشكل. نجي ناخد شوية صلصة، رح حطها، لكن نحن لكل المشاهدين بلشنا بطريقة السكب لحلقتنا لليوم. عندي قطعة اللحم بهيدا الشكل، لحم التشاكرول المفروم. اوكي، ومنجي للخضار اللي قليناها، منحط على الخضار كمان الصلصة، ما تبقى من صلصة الفطر. وبجيب هيدا القالب، بدي حط أنا بهيدا القالب الخضار اللي خلطناها مع الصلصة. هيدي الصلصة كمان مدخلين لها
من جبنة الموتزاريلا نستعين بالمعلقة بهيدا الشكل. رح نجي نجيب من الخضار، عندي هون خضار مشكلة رح حطهم فوق الخليط كمان. لكن عندي طبق رمضاني بامتياز. اوكي، رح استعين كمان من البصل المكرمل بهيدا الشكل. اوكي، لكن هيدي هي وصفتنا لحلقتنا لليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. انا بدي اقلكم مني ومن شركة أجري ماركتينج وأيضا من مصدري اللحوم الأمريكية، رمضان كريم، وانطرونا سبت الجاي بوصفة جديدة من اللحم الأمريكاني.